السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرتنا الخامسة من استكمال شرح الرنين النووي المغناطيسي. النهاردة بإذن الله هناخد الكربون 13 NMR، هناخد ال NMR بتاعة النظير الثاني أو النظير اللي هو الكربون لي 2 أيزوتوب، تمام؟ كربون 12 وكربون 13. الكربون 12 ملوش NMR لأنه ملوش ماجنتيك مومنت، لكن الكربون النظير 13 ده موجود بنسبة 1% وده ليه ماجنتيك مومنت، تمام؟ فالكربون 60 ان ام ار ده تاني اشهر نوع من الان ام ار، تمام، ومهم جدا ليا كاورجانيك كيمست مهتم ان انا اعمل ان ام ار. لما تيجي تعمل كربون 60 ان ام ار هتسمع في اكتر من نوع من الكربون 60 ان ام ار، في منه الكربون 60 اللي هو العادي ده، وممكن تعمل حاجه اسمها الدبت، والدبت هتسمع منه حاجتين، يا اما دبت 90 او دبت 135، تمام. يبقى كده عايزين نعرف الموضوع ده، ايه كربون 60 ان ام ار، ايه انواع الداتا اللي ممكن استخدمها، ايه الداتا اللي انا ممكن اعمل ما بينها كوريليشن ما بين الكربون 13 ان ام ار والبروتون ان ام ار، واعمل بيهم كونفيرم مع بعض واجمع الداتا من هنا ومن هنا عشان ياكدوا لي الاستراكشر بتاعتي. فتعالوا كده نشوف ايه انواع الداتا اللي بنحصل عليها من الان ام ار، اتكلمنا عليها في اول مره اصلا في كلام اللي هو على البروتون ان ام ار. طبعا هو البروتون ان ام ار والكربون 13 ان ام ار هما الاثنين مبنيين على نفس الكونسبت، فبالتالي هتلاقي حاجات كتير مشتركه ما بينهم، وده هيسهل علينا الموضوع قوي، مش هنكرر المعلومات تاني يعني باذن الله، تمام. قلنا الحاجات اللي بنعرفها، اول حاجه انواع الكربون من الكيميكال شيفت، زي ما كنا بنعرف انواع الهيدروجين من الكيميكال شيفت. كمان كنا في البروتون ان مار بنلاقي حاجه اسمها اللي هو البيك اريا اللي هو الانتجريشن، وكمان المالتيبلستي. للاسف ما بنلاقيش لا المالتيبلستي ولا بنعرف نعمل حاجه بالبيك اريا، لان ما فيش بيك اصلا. الكربون 60 ان ام ار بيبقى لاينز، بيبقى مجرد خطوط وليست بيك، خط كده عند امتصاص معين والباقي ما فيش حاجه، لكن البروتون ان ام ار كان بيبقى بيك، تمام. ده من اهم المميزات اللي بتميز البروتون ان ام ار عن الكربون 60 ان ام ار، ان الكربون 60 ان ام ار فقط هتعرف مكان الكيميكال شيفت، هتعرف ان عندك كام نوع من الكربون، لكن مش هتعرف لا مالتيبلستي ولا هتعرف اي حاجه خالص. طيب يبقى كده احنا المعلومه المهمه بالنسبه لنا هي كيميكال شيفت فقط، ولذلك كميه الداتا اللي انا اعرف اطلعها من الكربون 60 ان ام ار قليله جدا، وصعب جدا ان انا افك الاستراكشر بتاع المركب بناء فقط على الكربون 60 ان ام ار داتا، تمام. طيب تعالوا بقى نشوف كده الكيميكال شيفت. الكيميكال شيفت كنا عارفينه ان الكيميكال شيفت هو بوزيشن لحاجه ريلاتيف، او بوزيشن لابزوربشن بيك ريلاتيف لمين؟ لريفرنس كومباوند. الريفرنس بتاعي اللي هو التي ام اس تتراميثايل سيلين. طيب يبقى البوزيشن هعتبر التي ام اس هو الصفر، واي حاجه تختلف عنه هتبقى هو ايه؟ ده هو الكيميكال شيفت بتاعه. بقيس كده ده هو فكره الكيميكال شيفت. طب تمام. بيقول لي تذكر معايا انك كنت قايل لك ان في البروتون ان ام ار في حاجه كنا بنقول عليها الجاما، لما كنا بنحسب التردد اللي بيشتغل عنده الجهاز بدلاله الفيلد. فكنا بنقول ان في رقم ثابت تاني اسمه الجاما، الجايرو ماجنتيك ريشيو، وقلنا ان الجايرو ماجنتيك ريشيو بتاع الهيدروجين هو اعلى حاجه وبيساوي 4 اضعاف الجايرو ماجنتيك ريشيو بتاعت الكربون، وبالتالي انا لو عوضت بالجاما دي والجاما دي في نفس القانون هلاقي ان ايه؟ عند ثبوت البي، عند ثبوت الفيلد، هلاقي ان التردد اللي بيحصل عنده ريزونانس للنيوكليوس بتاعت البروتون هلاقيها 4 اضعاف التردد اللي بيحصل عنده ريزونانس للكربون 13، تمام، عشان الجاما بتاعه الهيدروجين قد الجاما بتاعه الكربون ب4 اضعاف، تمام. طيب تعال نشوف الموضوع ده بيحصل ازاي. بيقول لي لو عندك نفس المركب استلو بروتون ان ام ار عند جهاز شغال على ال 100 هرتز، تمام، وجيت عايز تقيس له الكربون 13، فالكربون 13 هلاقيه ان الجهاز كان شغال بيقيس عند ال 100 بالنسبه للبروتون زي ما قلنا، هلاقي انا بقسم التردد ده على 4، هقيس عند 25 ميجا هرتز لو انا بقيس للكربون 13 ان ام ار تحت نفس البي، يعني الجهاز هو نفس الجهاز ونفس الفيلد، فقط التغير هيكون انت بتشتغل عند ربع التردد. لو انت شغال عند 100 هتشتغل عند 25، لو الجهاز شغال عند 400 ميجا هرتز وانت بتقيس البروتون هتقسم على 4 هتشغله على 100 ميجا هرتز وانت بتقيس الكربون 13 ان ام ار. دي معلومه اضافيه كده عشان لما تشوف شيت ولا تشوف حاجه، بعض الحاجات في الكربون 60 ان ام ار بتحتاج تعرف قوه الجهاز شغال عند تردد كام، وعيب يعني تبقى مخلص مثلا واخد بروتون ان ام ار وكربون 60 ان ام ار ومش فاهم الجهاز انا بشتغل عند كام تردد، عند تردد نسبه كام لكام لبعض، تمام. طيب تعالوا كده نشوف الكيميكال شيفت. انت كاتب لي الكيميكال شيفت ليه كده؟ دلتا سي
دلتا سي عشان اميزها عن الدلتا اتش. ما الدلتا هنا بالنسبه لنا اللي هو مين؟ دلتا الكار اللي هو الكيميكال شيفت بتاع الهيدروجين، لكن المره دي كاتبها لك الدلتا اللي هي تحت منها اللي هو السبسكرايب بتاعها سي، ده بيدل ان هي مين؟ الدلتا اتش. ما يحصلش كونفليكت، ما يحصلش تداخل بالنسبه لك في الكيميكال شيفت دي للكربون والهيدروجين. بس على العموم هتلاقي ان في ما بينهم فرق واضح جدا، واهم فرق ان الدلتا بتاعه الهيدروجين بتتراوح في حدود كام؟ من 0 ل 12، قلناها المره اللي فاتت وقلناها في المحاضرات اللي فاتت كلها، من 0 ل 12 ده الدلتا بتاعه الهيدروجين. بعض المركبات قد تصل لسالب 5، وبعض المركبات ممكن توصل الدلتا بتاعتها ل 15، ففي حدود الدلتا اتش بتبقى في حدود 20 بي بي ام، اكتر او اقل من التترا ميثايل سيلين. ده بالنسبه لمين؟ للدلتا اتش. طيب الدلتا كربون، لا قال لي لا، القصه في الدلتا بتاعه الكربون او الكيميكال شيفت بتاعه الكربون، لا هنا بتلاقي ان الكيميكال شيفت بياخد رينج كبير. فالدلتا سي بتلاقيها بتبقى من 0 لحد 220 بي بي ام، ده اكتر من مركبات شيوعا، ولكن بيقول لي الدلتا سي بتاخد رينج في حدود كام؟ لحد 600 بي بي ام، لحد 600 بي بي ام. في منها ارقام بالسالب وفي منها ارقام بالموجب، اعلى بكتير جدا من التي ام اس. تمام كده، يبقى انا بالنسبه لي ما تخضش لو شفت كيميكال شيفت كبير. ده مثلا لو لقيت كيميكال شيفت بتاع كربونه يقول لي لا الكيميكال شيفت بتاعها 150، عادي جدا عادي جدا ووارده القيمه دي، لكن طبعا الهيدروجين مش هتلاقي فيه الكلام ده خالص. تمام، طيب هو ليه اصلا الكيميكال شيفت بتاع الكربون عالي؟ تسال نفسك ليه الكيميكال شيفت بتاع الكربون عالي والكيميكال شيفت بتاع الهيدروجين قليل؟ بيقول لي تعالى، بيقول لي ان الكيميكال شيفت بتاع الكربون بيكون اعلى من الكيميكال شيفت بتاع الهيدروجين، لان الافكت بتاع السبستيتوانت على الكربون بيكون من خلال 1 بوند. مش فاهم حاجه، ماشي تعال نشوف. بيقول لي تعال نشوف مركب زي الفلورو ميثان، ادي الفلورين اتوم، دي الالكترونيجاتيف، دي اللي هتسحب، بتسحب الالكترونات، بتسحب من على الكربون وبتسحب من على الهيدروجين. طيب انا لو بقيس بروتون ان ام ار، بعد الفلور، بعد الفلورين اتوم دي عن الكربون عن الهيدروجين بتاعتي، يعني انا بقيس بروتون ان ام ار، فبعد الفلور كام؟ من خلال بوند 2، تاثير من خلال 2 بوند، ولذلك التاثير بيكون ضعيف، وعشان كده الكيميكال شيفت بيكون دايما محدود، دايما بيكون محدود. يعني انت بالنسبه لك لما تيجي تقيس اي اورجانيك كومباوند مفيش الاف ماسكه في اتش مباشره، ده كده مش اورجانيك كومباوند، ده قصه تانية خالص. فاذا اي تاثير هيكون من خلال على الاقل 2 بوند على الاقل، وده هيخلي التاثير الى حد ما محدود، والكيميكال شيفت مش هيزيد عن ال 15. يبقى الدلتا اتش غالبا هتلاقيها مهما كان السبستيت متقاوم مش هيزيد عن ال 15. حلو قوي. طب لو بصينا للكربون، قال لي لا بص ركز بقى هنا كده على الكربونه دي، الكربونه دي متصله اتصال مباشر مع الفلورين، فتاثير الفلورين تاثير مباشر جدا، ولذلك الالكترونيجاتيفيتي بتاعه الفلورين بتاثر عليها تاثير بكامل قوتها. التاثير اللي بكامل القوه ده بيخلي الكيميكال شيفت بتاع الكربون يبقى فيه حيود كبير جدا، ويبعد بشكل كبير جدا عن التي ام اس اللي هو الصفر. تمام، يبقى دلتا سي هتبعد عن الصفر وهتاخد ارقام كبيره جدا، لان طبعا احنا قلنا وده قاعده اساسيه في كل حاجه، الكيميكال شيفت بيتناسب مع الالكترونيجاتيفيتي بتاعه السبستيتوانت. بس هنا في الكربون قلنا عشان السبستيتوانت او الاتوم اللي هي بتاثر او بتسحب الالكترون بتكون بعيده، فبيكون تاثيرها الى حد ما محدود، لكن في الكربون التاثير بيكون من خلال رابطه واحده، فبيكون التاثير قوي جدا عليا، وده اللي بيخلي ان الكيميكال شيفت ياخد رينج كبير جدا، غالبا من 0 ل 220. طب تمام، تعالوا بقى كده ناخد جدول نعمل فيه كوريليشن ما بين الكيميكال شيفت ونوع الكربون، زي ما عملنا بجدول ثاني كوريليشن ما بين الكيميكال شيفت ونوع الهيدروجين. احنا قلنا ان الكيميكال شيفت من كام لكام؟ من 0 ل 220. طيب بيقول لي قسم الكيميكال شيفت او اي ارقام تجي لك، الشيت اللي يجي لك قسمه بخط في النص، الخط ده فين؟ عند منطقه ال 100، يبقى اقسمه بخط عمودي عند ال 100. حلو قوي، يبقى كده انت اول ما بتشوف الشيت اقسم لي الشيت بخط كده عند ال 100. طيب بيقول لي كل اللي تحت ال 100 اس بي 3، اس بي 3 كربون،
طيب، وكل اللي فوق ال 100 لحد 220 اس بي 2. سهلة دي. يبقى كل اللي جوه او تحت ال 100، تحت الكيميكال شيفت 100 اس بي 3، وكل اللي فوق ال 100 لحد ال 220 اس بي 2. طيب تمام. بيقول لي طب هنا في ال 100، قال لي والله بيترتب على حسب بقى الالكترونيجاتيفيتي، يعني مثلا ده كله الكان، كله اس بي 3، بس على حسب السبستيتوان. تمام، ماسكه في اوكسجين، ماسكه في ايودين، ماسكه في برومين، كلورين، نيتروجين، فلور، على حسب الدنيا هتمشي معانا ازاي. طيب وهنا قال لي الاس بي 2، طيب الاس بي 2 يتقسم لمنطقتين برضو. قال لي والله من 100 لحد 150، من 100 ل 150 ده الاروماتيك. اروماتيك او ايه؟ او الكين، اي حاجه اس بي 2 كاربون. طيب قال لي من 150 لحد ال 220 ده هو اي حاجه فيها سي دبل مود او. بيقول لي دي اعلى كربونه في الكيميكال شيفت. فاكر في البروتون ان مار كان اعلى هيدروجين في الكيميكال شيفت مين؟ ايوه الاسيديك هيدروجين. الاسيديك هيدروجين كانت اعلى هيدروجين عندها كيميكال شيفت، وهنا اعلى كربونه عندها كيميكال شيفت هي الكربونايل اللي هي سي ماسكه بدبل بوند في الاو، والثانيه كانت الاتش اللي ماسكه في مين؟ في الاو بتوع الاسيدز، لو كان هنا مثلا ار جروب او اللي هو بقيه الاسيد. كويس؟ طبعا دي جزء من كربوكسيل الجروب مش ار، يعني دي مش الكايل. فهي هنا نفس الفكره برضو، اعلى كيميكال شيفت هيكون للكربونايل جروب. يبقى اذا فوق ال 100 اس بي 2، تحت ال 100 اس بي 3. طيب فين اللي كان عامل لنا مشكله المره اللي فاتت وقعدنا محاضره كامله بنتكلم عليه؟ فين الاسيتيلين وفين القصص دي كلها؟ قال لي الاسيتيلين زي ما في البروتون ان ام ار بيعمل انايزوتروبي والقصص دي كلها بيخليها في منطقه شيلدد، برضه بنفس التاثير بلاقي ان الاسيتيلين يقع في منطقه متوسطه ما بين الالكان والاس بي 3 وما بين الاس بي 2. اه بلاقيه في حدود ال 80. تمام، بلاقي ان اللي هو الالكاين بلاقيه دايما، او اللي هو الاستيلين الكومباوند الكربونه بتاعتهم، انا بتكلم على الكربونه دلوقتي، عليه عند كيميكال شيفت في حدود ال 80. تمام. طيب الاسيتيلينك بيقول لي برضه هي في نفس المنطقه، يعني لحد ال 100 كده او فوق ال 100 بشويه. ده عشان الان الكترونيجاتيف اتوم، ولكن كلهم بتلاقيهم في المنطقه ما بين ال 80 لل 120. ده كده الحاجات اللي هي كربون تريبل بوند، سواء كربون تريبل بوند ان او كربون تريبل بوند كربون. تمام، دول المناطق الاساسيه في الكربون 13 ان ام ار. تمام، يعني احنا لو حبينا نقسمه بنقسمه تحت ال 100 وفوق ال 150، يبقى من تحت ال 100 ومن 100 ل 150 ومن 150 ل 220. ده كده اس بي 3. تمام، وهنا اس بي 2، وهنا كربونايل، هنا كربونايل كومباوند. ده كده كل اللي انا عايزك تعرفه في الكربون 13 ان ام ار. في جداول بقى كده بتعمل كوريليشن لكل نوع، اهم حاجه ان التي ام اس هو الصفر بتاعنا. ماشي، وكل ما الالكترونيجاتيفيتي بتاعت السبستيتوت او الاتوم اللي ماسكه معانا بتزيد، فده بيخلي الكيميكال شيفت يزيد. يعني مثلا انت عندك اي حاجه اس بي 2 تتراوح ما بين ال 100 لحد 170، ده اقصى حاجه. ده كل ده مع وجود طبعا الاس بي كربون، دي بتبقى في مكان يعني غريب شويه، سواء كانت اسيتيلينك او جزء من نايترايد. كل الكربونات بتاعت اللي هو الكربونايل جروب، فدول كلهم بيبقوا على الاقل فوق ال 150 لحد ال 220. دي كده كل المعلومات اللي تعرف تجيبها من الكربون 13 ان ام ار. طيب بيقول لي اهو نفس التقسيم قلنا ايه؟ هنا لو حبينا نقسمها بنعمل لها ثلاث مناطق، من 0 ل 80 او ل 90، ومن 100 ل 150، ومن 160 ل 220. هيبقى ده اس بي 3 وده اس بي 2 كربون، سواء الكين او اروماتيك، وبعد كده الكربونايل كومباوند من 160 لحد ال 220. مفيش اي مشاكل. ودي كده طب ماشي، الاروماتيك على حسب بقى السبستيتوانت، يعني الاروماتيك في الحته دي لو هي ماسكه في فلورين هتكون في اخر منطقه في اعلى كيميكال شيفت هنا. طب هي لو ماسكه في ايودين، لا بيقول لي الايودين الالكترونيجاتيفيتي بتاعته ضعيفه جدا لدرجه انه بيبقى في الاول هنا، وساعات بتلاقيه في بدايه المنطقه دي كمان في منطقه ثانيه خالص. يعني ده كده الحاجات اللي انا عايزك تعرفها في الكيميكال شيفت، وان ازاي تعمل كوريليشن للكربونز اللي عندك. طيب انت اصلا يعني انت ما بتفكش الشيت عمياني، انت بيبقى عندك الاستراكشر
بيبقى عندك كمان البروتون ان مار، فانت بتبقى يعني بدرجه كبيره متوقع شكل الشيت بيبقى ازاي. تعالوا كده نشوف الكربون 13 ان ام ار بتاعت التولوين. التولوين لما كنا بنبص على البروتون ان ام ار كان بيظهر لي منطقتين، منطقه للاليفاتيك وحته مكعبله كده فيها الحاجات الاروماتيك، ده في البروتون ان ام ار. بيقول لي في الكربون 13 ان ام ار لا، عشان الكيميكال شيفت الرينج بتاعه واسع جدا، فاحتماليه الاوفرلاب صعبه جدا، ولذلك هلاقي ان كل نوع من الكربون واخد مكان. طيب عندك الاليفاتيك بعيده خالص لوحدها، طب دول كلهم اروماتيك. بص بقى على منطقه الاروماتيك، عندك دي نوع والحته دي ودي شبه بعض، هما الاثنين ارسل بعض وهما الاثنين شبه بعض، هما البوزيشن ارسل شبه بعض هما الاثنين. طب وهنا دول الميتا برضو شبه بعض فبيظهروا بيكا واحده، ودول بيظهروا بيكا واحده، واخيرا دي بتظهر بيك لوحدها. يبقى انا هيظهر عندي بيك 2 3 4 في منطقه الاروماتيك اهو، بيك وادي الثانيه، والخط ده لو بصيت عليه وركزت فيه شويه هتلاقي ان هو عباره عن خطين، تمام؟ زي ما قلت لك الاوفرلاب صعب لان البيك ما تبقاش بيكس، ما تبقاش بيك تاخد مسافه، لا ده بيبقى لاين، فكره الاوفرلاب بتبقى ضعيفه حتى لو كانوا قريب من بعض. فلذلك عدد البيكس او عدد، خلينا نبقى نتكلم بادق، عدد اللاينز في الكربون 13 ان ام ار بيديني عدد انواع الكربون اللي عندي في المركب، وده بيكون مفيد جدا لو البروتون ان ام ار عقد لي الدنيا او البروتون ان ام ار لخبطني في اكتر من نوع من الاستراكشر. تعالوا كده نشوف حاجه برضو تسهل علينا، يعني مثلا عندك البارازايلين. البارازايلين في ميزه انه في اكتر من حته بيشبهوا بعض، يعني عندك الميسايل دي شبه الميسايل دي، حلو قوي، يبقى هما الاثنين هيظهروا في نفس المكان في الاليفاتيك ريجن اهو، عند في حدود ال 21، تمام. بعد كده عندي الاروماتيك كربون. الاروماتيك كربون لو ركزت اللي ماسكه في الميثايل جروب دي مش ماسكه في هيدروجن، هيبقى لهم مكان. طيب اللي ماسكين في هيدروجن بيقول لي هنا الاربعه شبه بعض، لان الاربعه ايه؟ دي ارسل ميثايل جروب ودي ارسل ميثايل جروب، دي ارسل ميثايل جروب وبرده دي ارسل ميثايل جروب، وفي نفس الوقت البوزيشن ده ارسل دي، عشان ما تتوهش مني. فبتلاقي الاربع مواقع كلهم شبه بعض، انك انت بتلاقي كل بوزيشن منهم ارسل واحده وميتا للثانيه، تمام؟ يبقى انا لو جيت هنا مسكت الميثايل دي، البوزيشن ده بالنسبه لها ارسل، وفي نفس الوقت ميتا بالنسبه لي. طيب لو جيت للبوزيشن ده ارسل دي، وفي نفس الوقت ميتا للثانيه، يبقى ده شبه ده، وبما ان ده كمان شبه بعض افقي ودول شبه بعض، فدول بيظهروا الاربعه بيك واحده اهي. البيك الكبيره جدا دي طول البيك بيبقى انديكيشن على عدد الكربون اللي عندي، تمام، اللي بتمثلها البيك دي او اللاين ده طول. طبعا هنا ما فيش مساحه زي ما قلت لك، طول فقط، طول البيك بيكون انديكيتيف. النوع اللي فاضل خلاص اخر حاجه اللي هما الاثنين دول هيظهروا في مكان واحد، دول اتنين كربون ودول اتنين كربون، فلذلك بتلاقي ارتفاعهم الى حد ما بيكون قد بعض. بعد كده دي بتمثل اربعه كربون تقريبا قدهم مرتين. الارتفاع النسبي للخطوط بيديني بعض الانديكيشن على عدد الكربون اللي فيه، ولكن مش اثبات 100% عشان نبقى صادقين مع بعض، تمام. طيب تعالى كده من ضمن تطبيقات الكربون 13 ان ام ار، لو عندي اكتر من ايزومر ممكن بدل ما اعمل كربون بروتون ان ام ار، لا انا ممكن اعمل كربون 13 ويريحني كمان مباشره. فبيقول لي مثلا how many carbon 13 NMR signals would this compound produce، او ممكن السؤال يجي لي بشكل ثاني how to differentiate between xylenes. الزيلينز اللي هم دايميثايل بنزين، تمام، ان انت عندك اثنين ميثايل عاملين احلال على حلقه بنزين، فالدايميثايل بنزين ايه الاحتمالات بتاعتها؟ بيقول لي والله الدايميثايل بنزين ليهم ثلاث احتمالات، يما الاربعه يعني اللي هم مجموعه الميثايل والميثايل يكون واحد واربعه لبعض، او واحد وثلاثه، او واحد واثنين، اللي هو ارثوزايلين وميتازايلين وبارازايلين. طيب بنعتمد على ايه؟ بنعتمد على عدد البيكس المتوقع ظهورها في الكربون 13 ان ام ار. ده كنا لسه عاملينه دلوقتي، قلنا ان دي شبه دي وبيظهر بيك واحده، ودي شبه الحته دي وبيظهر حته واحده، ودي 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 بيك واحده، يبقى كام بيك هنا؟ ثلاثة بيكس، تمام، عشان الجزيء متماثل بشكل عمودي وشكل افقي، حلو قوي.
تعال شوف المركب ده، المركب ده لو عملنا محور كده، محور التماثل ده، افترض ان ده محور تماثل يعني. طيب عد كده دي، وفي واحده زيها، فانا عد دي، دي بيك، اتنين، تلاته، تلاته بيك، واللي على المحور دول ما تكرروش، فانا عدهم كل واحده مره واحده، يبقى كام كده؟ واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، دي تظهر خمسه بيكس. طيب ده كده في مين؟ في الكربون 13. طيب ده لو بصينا عليه تمام، دي وزيها برضو في الجنب الثاني، ودي كمان اثنين ثلاثة أربعة، عندك من ده أربعة بيكس. يبقى أنا اعتمادا على عدد البيكس اللي هتظهر لي هبدأ إيه أفسر وأقول لك لا ده كورسوزايلين، لا ده ميتازايلين، لا ده بارازايلين، اعتمادا على إيه؟ إن هو مثلا البارازايلين هيديني ثلاثة بيكس، ما يهمنيش مكانهم فين. انت شفت بقى وصلنا لايه؟ انا مش بدور على مكان، انا بدور على عدد، العدد بس في حد ذاته، عدد اللاينز هياكد لي ده في كام نوع من الكربون وده في كام نوع من الكربون. تمام، ده برضو من ضمن التطبيقات المشهوره جدا الكربون 13 ان ام ار. تعالوا كده نشوف فكره الانتجريشن. قلت لك ان فكره الانتجريشن هنا مش وارده، لان هنا احتماليه انه اثنين كربون او نوعين مختلفين من الكربون يحصل لهم اوفرلاب قليله، لان هنا مفيش بيكس، هنا لاينز، يعني حتى لو الخطوط، بص هنا في المركب ده الخطوط دي قريبه. تمام، لو كانت بيك عامله كده كانت البيك الثانيه لحمت فيها وكانوا هما الاثنين تشوف محصله المجموع بتاعهم وخلاص، لكن الكلام ده ما بيحصلش في الكربون 13 ان ام ار. تمام، ولذلك فقط اللي هما الايكويفالنت كربون، يعني مثلا الكربونه دي ودي تكافئها يظهروا في نفس المكان. طيب في الجنب الثاني عشان المركب سيمتريك، دي ودي متكافئين، يبقى الاربعه دول يظهروا في بيك واحده. حلو، لكن هل اي كربونه ثانيه يحصل ما بينهم اوفرلاب؟ صعب جدا يحصل في الكربون 13 ان ام ار، ولكن طبعا صعب مش مستحيل. لو بقى الجزيء معقد، يعني الجزيء لو فيه شويه تعقيد، لا هتلاقي وارد، وارد يحصل كعبله، وارد بيكتب قريبه جدا من بعض، ولكن الارقام بتكون واضحه برضو. تمام، ده مثلا مركب، لو بصينا هنلاقي المركب ده النص ده زي النص ده. طيب ولو خدنا كمان خط، بس طبعا مش هينفع ناخد خط اطولي عشان واحد يقول لي هنا اكسجين وهنا هيدروجين، فما علينا. دي كده وقصادها في الجنب الثاني في واحده زيها، ادي واحد اثنين، طيب اقف بقى هنا، ودي ثلاثه، ثلاثه بيكس. طيب عد دي ودي شبه بعض، هعدهم مره واحده، يبقى مش هعد دي. تمام، مش هعد اللي تحت دي، يبقى كده واحد اثنين ثلاثه اربعه، أربعة البيك الخمسة دي وقصادها في الجنب الثاني هنا زيها، وطبعا هناك بيبقى برضو زيهم، فاحنا لو عدينا عد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بيظهر لي خمسة بيكس أهم. طيب الارتفاعات بتاعتهم، الارتفاعات بتاعتهم بتحدد لي عدد أو العدد النسبي للكربون اللي بتمثلها كل لاين، كام ايكويفلنت كربون، دي مثلا بتوصل أربعة ايكويفلنت كربون دي. تمام، لا دي مثلا بتاعت الكربونايل، أدي كربونايل وكربونايل، ولذلك دي بتمثل اثنين كربون، هتلاقي الباقيين كلهم تقريبا نفس الارتفاع الصغيرين، ودي قدهم مرتين ودي قدهم مرتين عشان بتمثل اربعه كربون. تمام، همسح لك كل حاجه، ثبت الفيديو وبص عليهم بشكل كويس. تمام، عشان تتاكد من الموضوع ده. ثانيه واحده، اسف جدا. يبقى كده انت لما تقعد هتبص في البيكس براحتك كده بالراحه هتعرف ان هما بيظهروا خمس خطوط، لان المركب فيه سيمتري كده، وكمان كل حلقه فيها سيمتري من جوه. دي بس تبقى واخد بالك منها وانت بتحسب انواع الكربون اللي عندك في المركب. طيب تعال بقى نشوف المالتيبلستي، ليه في الكربون 13 ان ام ار ما بتظهرش مالتيبلستي؟ بيقول لي والله البروتين ان ام ار كان بيظهر المالتيبلستي ناتجه من مين؟ من الاتش اتش كابلنج. تمام، كانوا بيعملوا كابلنج، دي بتاثر عليه، وكمان بيبقى التاثير متبادل، دي بتاثر ودي بتاثر، وكان من خلال كام بوند؟ واحد اثنين ثلاثه. تمام، فكان بيطلع رقم صغير. طيب كنا قليل قوي او تقريبا ما شفناش ولا مره ان في كابلنج ما بين الكربون والهيدروجين، يعني عمرنا ما شفنا في البروتون ان ام ار، انا ما قلتلكش على حته الكربون هيدروجين، لان طبعا 99% من الكربون، الكربون مين؟ 12. الكربون 12 ده ملوش عزم مغناطيسي فمش هيأثر على الهيدروجين. فقط بس نسبة صغيرة جدا اللي هي 13، اللي هو الكربون 13 ده هيعمل كابلينج صحيح،
ولكن هتظهر البيك الناتجة من الكابلنج بتاعه بنسبة 1% بالنسبة للبيك الكبيرة، ولذلك بيكون تأثيرها غير ظاهر ورقم صغير جدا، بتطلع حاجة اسمها كربون 13 ساتلايت، تمام، حوالين البيكات الكبيرة. كويس، يبقى كده أنا بالنسبة لي ده بالنسبة للكابلنج في البروتون ان ام ار. طيب الكابلنج في الكربون 13 ان ام ار بيكون مصدره ايه؟ كربون 13 ان ام ار بيكون الكابلنج مصدره الكابلنج بتاع الهيدروجين مع الكربون. ليه بقى؟ بيقول لي بص، انت بتقيس الكربون 13 اصلا، والبروتون اغلبه يعني 99% منه، 99 واكتر من 99 وشويه، كله البروتون اللي هو عنده العزم المغناطيسي اللي هو البروتون 1-1، فده طبيعي بيعمل كابلنج على الكربون 13، بيعمل كابلنج، وقيمة الكابلنج بتكون كبيرة في حدود 150 هرتز، تمام، وده بيخلي ان البيكس الكابلنج بتاعها بيكون كبير. يعني ايه الكابلنج بتاع البيك ده كبير؟ فاكرين المرة اللي فاتت اتكلمنا على الحتة دي اللي هي قيمة الجي فاليو؟ قلنا الكابلنج كبير ان هو بيعرفني المسافة ما بين البيكات الصغيرة، هنا مثلا كده ده بيأكد لي ان الكابلنج اللي هنا كبير، المسافات دي. الكابلنج ده لو بقى كبير جدا هيخلي البيك تتفرد على مساحة كبيرة جدا في الشيت، فهيحصل تداخل ما بينها وما بين البيكات التانية، وده هيخلي الكربون 13 NMR معقد بشكل رهيب جدا، تمام، بيحصل اوفرلابنج ما بين البيكس المختلفة. ولذلك كان لازم في طريقة ان احنا نحول البيكات المعقدة دي لبيكات اكتر بساطة، اللي هي في صورة اللاين اللي انت شفتها من بدري، تمام. دي هنعرفها دلوقتي ازاي بنخلي البيكات دي تطلع في صورة لاينز ما فيهاش اي مالتيبلستي، تمام. طيب تعال في كام سؤال كده لازم تسألهم لنفسك. طبعا في البروتون ان ام ار ليه ما ظهرش الكربون 13 كابلنج اللي هو الكربون 13 ساتلايتس؟ قلنا عشان الكربون 13 موجود بنسبة كام؟ 1%، فبيظهر صحيح الكابلنج بتاعه بيبقى بيكات صغيرة حوالين اليمين والشمال البيك الكبير. يعني انت لو عندك بيك كبيرة في البروتون ان ام ار فبتلاقي لها بيك صغيرة هنا، وكمان على الجنب الشمال بيك صغيرة تانية، دول بيسموهم كربون 13 ساتلايت، وتلاقي المسافة ما بينهم هي، تمام. دي فكرة اللي هو الكربون 13 كابلنج، بس نسبتها قليلة فبتهمل، عشان كربون 13 بالنسبة للكربون الثاني اللي هو كربون 12 بيكون 1%، فتأثيره غير محسوس. طيب كويس، ليه ما بشوفش زي ما في الهيدروجين البروتون ان ماركر لما نشوف الاتش اتش كابلنج؟ خلاص مش عايز يعمل كابلنج مع الهيدروجين براحته، بس يعمل كابلنج مع نفسه اهو، عايز الكربون اللي هو فكره الكربون 13 مع الكربون 13. ليه اثنين كربون هما الاثنين 13 13 ما يعملوش كابلنج مع بعض؟ انا عندي سلسله فيها اكتر من كربون، ليه ما حصلش كابلنج ما بين الكربونه دي 13 والكربونه دي 13؟ بيقول لي والله انت لو مستني الاحتمال اللي هو ب1% يبقى كل 100 كربونة واحدة بس بتكون ايه؟ واحدة منهم بس بتكون بنسبة 1% كربون 13، وكمان عشان اللي جنبها تبقى هي كمان من الواحد في المية واحد في المية تاني، عشان تعرف احتماليتهم اضرب 1% في 1%، يبقى 1 من 100 في 1 من 100، الرقم ده بيطلع كام؟ الاحتمالية اللي انت بتدور عليها هي مرة كل 10,000 مرة، مرة كل 10,000 مرة بتحصل كربون 13 جنبها كربون 13، ولذلك لو قست ارتفاع اللاين ده هيبقى 10,000، اللي جنبه هيبقى واحد، مش هيبان، هيبقى مجرد نويز في الشيت، مش هيظهر بالنسبة لك خالص، ولذلك من المستحيل عمليا انك تشوف الكربون 13 كابلنج مع بعض. طيب الكربون مع اي كربون تاني؟ لا، الكربون التاني بالنسبه للان ام ار شفاف ما بيشوفوش، لان هو ملوش عزم مغناطيسي، وزي ما قلنا في اول محاضره خالص الجهاز ما بيشوفش غير الاتوم، لما بيشوفش غير النيوكليوس اللي ليها عزم مغناطيسي. طيب لما انا جيت اقيس في الكربون 13 قلت لك ان بيظهر كربون هيدروجين كابلنج، كربون هيدروجين كابلنج 13 لو في البروتون ان ام ار ما بيظهرش، لكن في الكربون 13 ان ام ار بيظهر، بس بيظهر وبيظهر بشكل يعني قوي جدا لدرجه انه معقد الشيت، وبيخلي فيه اوفرلاب زي ما قلت لك ما بين البيكس وبعضها. ولذلك عشان اتغلب على الفكره دي لازم اخفي او اخلي الجهاز ما يشوفش تاثير الهيدروجين ده، عايز اشوفه كانه الكربون دي
مش موجوده، عايز الغي الكابلنج بتاعها، بعمل حاجه اسمها بروتون دي كابلنج. بعمل اقول له روح اعمل لي ان ام ار بروتون دي كابلنج. يبقى انت قلت تروح تعمل الشيء، بتقول له انا عايز مثلا المركب ده اعمل له كربون 13 ان ام ار، عايز تعمل كربون 13 ايه؟ انا عايز اعمل له بروتون دي كابلنج. تمام، بروتون دي كابلنج يعني انا مش عايز تاثير البروتون، انا عايز كل بيك تظهر لوحدها لاين وخلاص. طيب مقابل كده ايه اللي حصل؟ الشيت بقى ابسط، يعني انا لما جيت كده في البروتون دي كابل اهو الاسبكتر اللي عملته بروتون دي كابل، ايوه طبعا الشيت بقى يظهر في صوره لاين. تمام، الشيت بقى مبسط جدا، ابسط بكتير، ولكن ما عنديش اي داتا عن المالتيبلستي، فقدت كل المالتيبلستي. اللي هيزعلك اكتر لما اقول لك ايه مصدر المالتيبلستي في الكربون 13 ان ام ار. بيقول لي في الكربون 13 ان ام ار المالتيبلستي هي قياس مباشر لعدد الهيدروجين في كل كربون، وده هيديني ايه؟ هيعرفني انت عندك كام CH3، عندك مثلا كام CH2. يعني مثلا دي لو جيت اعمل لها كربون 13 ان ام ار من غير ما اعمل دي كابلنج، دي كربونه المفروض تظهر خط واحد، ولكن حوالين منها 3 اتش، يبقى يظهروا ثلاث خطوط كمان جنبها، فبتظهر اهو تظهر كورتد. يبقى اذا لو لقيت بيكا كورتد في الكربون 13 ان ام ار كنت هقول وانا مغمض دي CH3، لا دي CH2، لا واحده ثانيه اللي هو الدبلت تبقى سي اتش. اذا كانت هتديني داتا مباشره عن السكيلتون بتاع المركب بتاعي، ده هتديني داتا كبيره جدا اكتر حتى من اللي كان ممكن يديها لي البروتون ان ام ار. بيقول لي تمام، بس المشكله ان احنا كان الشيء بيبقى معقد جدا، فكنا لازم نبسطه، فبنعمل فيه ديكابلنج وضيعنا الداتا بتاعه المالتيبلستي. تمام، بس هل الكلام ده ينفع؟ قال لي والله احيانا بكل مركب بسيط فبنعرف نفكه من خلال الخطوط البسيطه زي مثلا التولوين الزايلين، الحاجات دي بنعرف نفكه مع كمان البروتون ان ام ار، بتبقى الدنيا تمام. لكن بيقول لي احيان كتيره بنقول لا، في حاجه ماسه جدا ان احنا نعرف عدد الهيدروجين الماسكه في كل كربون، فلازم نلاقي طريقه نستخرج بيها الداتا اللي فقدناها في الطريقه اللي فاتت، يعني طريقه القياس السابقه دي. ايه اللي حصل فيها؟ حصل فيها فقد كبير جدا لكميه مهوله من الداتا، كميه يعني انت مش متخيل انا ممكن اطلع داتا قد ايه من فكره المالتيبلستي لوحدها. ولذلك هنجرب طرق قياس ثانيه عشان نشوف ايه اللي عايزين نطلعه. قال لي اول حاجه احنا مش هنعمل دي كابلنج خالص، احنا هنعمل اوف ريزونانس دي كابلنج. اوف ريزونانس دي كابلنج يعني احنا مش هنخلي البيكات تطلع لاينز، لا احنا هنخلي كمان بدل ما البيكات يحصل ما بينهم اوفرلاب، لا هنخلي الجهاز يرسمهم صغيرين. تمام، يرسمهم هو بشكل مش حقيقي، يعني النتائج دي مش حقيقيه، دي نتائج كاذبه. تمام، امال ايه؟ دي بتمثل البيك، اه بتديني علاقه المالتيبلستي، ايوه ولكن بشكل مش حقيقي. لو دي صحيح، لو البيك، يعني هقول لك على واحده دلوقتي، هقول لك على حاجه مش هتتخيلها. لو البيك دي مرسومه صح كانت تبقى كده، من اول الشيت هنا كده كده فوق دول كلهم، ولكن الجهاز اسهى وعرف انها تريبلت، هيجي راسمها لي في حوالين مكانها من غير ما تعمل اوفرلاب ان هي تريبلت. طيب تريبلت يعني ايه؟ يعني كربونه واللي فاضل من المالتيبلستي هيدروجين سي اتش 2. انت بتطرح واحد عشان الكربون، يبقى المالتيبلستي واحد عشان الكربون والباقي اتشات. طيب دي دبلت، يبقى واحد عشان الكربون والثانيه اتش، يبقى دي سي اتش. طب دول تريبلت، يبقى واحد عشان الكربون واثنين اتش، يبقى سي اتش 2. طيب دي شيل واحده عشان الكربون، دي فاضل ثلاثه، يبقى سي اتش 3. طبعا لو بصيت على الاستراكشر اللي عندك هنا، اه لا ده هي دي مظبوطه جدا. طبعا انا كنت ممكن اتلخبط في الايه، في الخطوط المفرده، ما اعرفش مين في المركبات او مين في الكربونات دي كلها هو بتاعه المركب بتاعي، ولكن لا هنا ادتني الداتا مباشره جدا، وده اكد لي على الاستراكشر. يبقى النوع الاول ممكن استعيد بيه الداتا اسمه اوف ريزونانس دي كابلنج، اوف ريزونانس دي كابلنج. طيب في بقى بعد كده نوع تاني مشهور جدا، وده هو الاشهر في الكربون 13 ان ام ار، وتقريبا كل الناس بتعمله، وده اساسي هتلاقيه في كل مركب يتعرف يتعمل له، اللي هو تقنيه اسمها الدبت. دبت يعني ايه؟ الدبت هو عمليه تمام بتتعمل في جهاز ال ان ام ار، هو اختصار لكلمه ديستورشن ليس انهانسمنت باي بولاريزيشن ترانسفير. تمام، عمليه
فيزيائيه شويه على حسابات رياضيه ليها. المهم اللي انا عايزك تعرفه ان الدبت بيبسط لي جدا شيت الكربون 13 ان ام ار، وبيديني كمان طريقه ان انا اقيس المالتيبلستي، ان هي اكسبيرمنت الاو تو ديترماين المالتيبلستي اوف كربون اتومز، تمام؟ وبتديني عدد الهيدروجين الماسكه في كل كربون، تمام؟ بس بيقول لي عيب اساسي في الدبت انه لو كانت الكربون، يعني انت لو عندك كربونه زي كده بتاعه كيتو دي كده ماسكه في ار وار، بيقول لي جهاز الدبت مش هيشوفها. ليه؟ قال لي هو بيعتمد على اتصالها بهيدروجين عشان يقيسها، مش متصله بهيدروجين الجهاز مش شايفها. يبقى اهم عيب في الدبت ان هو ما بيشوفش الكواترنري كربون، كربونه ار رباعيه دي ما بيشوفهاش. بتسمع عن الدبت ثلاث انواع، تمام؟ الدبت كم نوع؟ ثلاث انواع، دبت 45 ودبت 90 ودبت 135. طبعا الدبت 45 سيء جدا، يعني ما بيديش داتا كتير فما حدش بيعمله. الناس بتعمل الدبت 45 5 اللي هو 135 والدبت 90، تمام؟ كل مره بزود 45 على فكره، تمام؟ دي فكره الزوايا اللي بيشتغل بيها الجهاز وهو بيقيس العينه، بيغير مره بيقيس عن زاويه 45 ومره بيغير بيقيس زاويه 90، تمام؟ محاور ما بين المجال المغناطيسي واتجاه دوران العينه والكلام ده كله. والحاجه الاخيره اللي هو عند ال 135، لو زودت 45 على 90 135. طيب يبقى قلنا الدبت 45، بس هقول لك عشان لو شفته، يعني هقول لك لو شفته في اي كتاب تبقى سمعته. طيب تعال كده نشوف بيانات الدبت بتطلع ازاي. زي ما قلنا الكواترنري كربون ملهاش اي داتا في الدبت، لكن الدبت عندي 90 و145. بيقول لي الدبت 90 ما بيقيسش غير الكربون اللي ماسكه في 1 هيدروجين، يبقى الكربونه ماسكه في هيدروجين واحد فقط، بيبقى بالنسبه لي ظاهره في الدبت 90 والباقي ما بيظهروش. حلو قوي. قال لي طيب في الدبت 135؟ قال لي لا، في الدبت 135 هيظهر لي حاجتين، اللي ماسكه سي اتش 3 او السي اتش، يعني الكربونه اللي فيها عدد مفرد من الهيدروجين، هتظهر في الاتجاه الموجب، واقول لك يعني ايه اتجاه موجب واتجاه سالب، خليك فاكرها بس دلوقتي. واللي ماسكه بعدد زوجي هتظهر في الاتجاه السالب اللي هي السي اتش 2، تمام؟ تظهر في الاتجاه السالب. تعالوا نشوفه كده القصه دي ازاي. بيقول لي بص، ادي ده كربون 13 عادي ظهر فيه كل انواع الكربون، لو كانت كواترنري مش ماسكه ولا في هيدروجين مش هتظهر نهائي خالص. طيب لو سي اتش، قلنا سي اتش طبعا هتظهر في الكربون العادي، وهي الكربونه الوحيده اللي بتظهر في الدبت 90. واحد هيسالني سؤال، هو انا ليه عملت الدبت 90؟ هقول لك دلوقتي الدبت 90 بعمله ليه. لو عملنا الدبت 135 ركز بقى، السي اتش ظاهره والسي اتش 3 ظاهرين فوق الخط في الاتجاه الموجب، لكن السي اتش 2 ظاهره تحت الخط في الاتجاه السالب. طيب والكواترني مختفيه، اذا المفروض ان ما قدمنيش داتا زياده عن مين؟ عن الكربون العادي. بيقول لي لا، اول حاجه انا عرفت السي اتش 2 من سي اتش او السي اتش 3، واللي ناقصه تبقى هي الكواترنري، وده عيب في الدبت. طيب اللي ظهر في الاتجاه الموجب دول بقى سي اتش ولا سي اتش 3 لو المركب انا مش عارفه؟ بيقول لي ما هي دي بقى فايده الدبت 90، ان انا في نفس المكان لو ظهرت بيك في الدبت 90 يبقى دول سي اتش، لو ما ظهرلاش حاجه في الدبت 90 وظهر في الاتجاه الموجب في الدبت 135 يبقى ده ياكد لي ان هي سي اتش 3. بس كده، ده كل اللي انا عايزك تعرفه في الكربون 13 ان ام ار. طيب تعالوا كده نشوف تطبيق، يلا بسرعه. زي ما قلنا دبت 45 ملوش لازمه قوي، درجه كبيره محدش بيعمله. هنا ده كربون 13 ان ام ار، ادي كل الشيت. طبعا دي عند كيميكال شيفت عالي، دي الكربونايل كواترنري كربون بتاعه مين؟ الاسيد، ده استر فكواترنري، ولذلك مش هتظهر في اي دبت عندي، خلاص اختفت، وده اهم عيوب الدبت. بعد كده هنا في المنطقه الاروماتيك، تمام؟ طيب لو ركزت معايا بصه سريعه كده على الدبت 45، الدبت 45 نفس شكل الكربون العادي باستثناء حاجه واحده، ان الكواترنري كربون مش موجوده، يبقى اذا الدبت 45 بيديني داتا اقل من الكربون العادي، ولذلك محدش بيعمله.
لكن احنا بنشتغل بالدبت 90، قلت لك هيطلع لك السي اتش فقط، ولا حاجه هنا ولا اي حاجه، يبقى ده كده كل دول بس دي هي السي اتش. كويس. طب لما جيت عملت دبت 135 دي كده تبقى سي اتش. طب ودي سي اتش 3 ولا سي اتش؟ والله هي ظاهره في ال 35 ومش ظاهره في الدبت 90، يبقى اذا دي سي اتش 3. طيب دي ظاهره في الدبت 135 في الاتجاه السالب، تبقى دي سي اتش 2. يبقى كده وانا مغمض جبت كل فراجمنت في المركب. وكمان ممكن اعتمد بقى على علاقه المالتيبلستي ان انا اجيب كمان شكل المالتيبلستي في البروتون ان ام ار، وابدا اكد من هنا ومن هنا ايه اللي انا هشوفه. يبقى كده انا ممكن اعتمادا على بروتون ان ام ار وكربون 13 والدبت كمان افسر اي استراكشر عندي. يقول لي مثلا المركب ده شايف البروتون ان ام ار دي سنجلت وثلاثه هيدروجين، دي تريبلت واثنين هيدروجين، تريبلت واثنين هيدروجين، ودول عباره عن اثنين هيدروجين وما بينهم مسافه. تمام. كمان الكيميكال شيفت بيديني انديكيشن على نوع التهجين او نوع السبستيتوان. طيب الحاجه الثانيه في الكربون 13 ان ام ار مديني 5 بيكس طبعا، ولا استفدت منهم حاجه اللهم الا ان انا عرفت ان هو 99% هو مش اروماتيك، لان لو اروماتيك مش هيصير لي نوعين من الكربون. تمام. خصوصا ده يعتبر نوع واحد، فده كده بياكد لي ان المركب بتاعي اليفاتيك. طيب تعالوا بقى نشوف هو في كام هيدروجين في كل كربونه. قال لي تعالى نشوف الدبت، قال لي مبدئيا كده في الدبت 90 مفيش ولا بيك، جايبه جدول، خلي بالك ممكن يجيب لك الدبت 90 والدبت 135 نتائج الدبت جداول. تمام. طيب بيقول لي في الدبت 90 مفيش ولا بيك كل المركب، يبقى هو ده مفيهوش ولا واحده سي اتش، يبقى هو مفيهوش سي اتشات. كويس كده، حلو. طيب يبقى اذا كل اللي عندي يا اما كواترنري يا اما اللي عندي سي اتش 3 يا اما سي اتش 2. تمام. طيب تعال نشوف بقى الدبت 35، بيقول لي بوزيتيف يبقى سي اتش 3، نو بيك يبقى ده اللي هو كواترنري كربون، نيجاتيف كلهم يبقى دول سي اتش 2. تعالوا نشوف الاستراكشر بتاعتنا، المركب ده ما فيهوش ولا واحده سي اتش، كل اللي عندي سي اتش 2. تمام. ودي كواترنري كربون، دي اللي ما فيهاش ولا هيدروجين، ودي هي مين السي اتش 3 الوحيده اللي عندي. ده ياكد لي الاستراكشر بدرجه كبيره ويخليني واثق جدا وانا بفسر الكربون 13 ان ام ار. كمان بناء على المالتيبلستي هنا اقدر اتاكد من الموضوع ده. برضه همسح لك انا كل حاجه انا كاتبها، هتثبت الفيديو وتقعد تبص كده بالراحه واحده واحده الموضوع ده ماشي ازاي. اهم حاجه نتائج الدبت ممكن تلاقيها جداول وممكن تلاقيها ايه؟ تلاقيها شيت، براحتك انت وحظك، ما فيش مشكله، الامتحان ممكن يجي لك اي حاجه. طيب تعالوا نشوف المركب ده، لو الكربون 13 ان ام ار اداني مثلا عندي هنا خمس انواع من الكربون، طيب لما جيت عملت الدبت 90 اداني فقط واحده، يبقى دي دبت 90 اكد لي ان انا عندي واحده سي اتش. طيب في الدبت 35 اداني كمان عندي نوعين من السي اتش 2 دول في السالب، واداني واحده سي اتش 3. طب عرفتها منين سي اتش 3؟ لان مفيش قصادها حاجه في الدبت 90، وقصاد دي لقيت قصادها واحده في البوزيتيف، فده بيتاكد لي ان دي سي اتش. خلاص كده اقدر اعمل لها كوريليشن مع الاستراكشر دي. طبعا انا لو قعدت ابص في الاستراكشر دي هعمل كوريليشن ما بين المالتيبلستي وما بين نتائج الدبت وما بين كمان حتى الكيميكال شيفت. تمام. ده كل الحاجات اللي انا عايزك تعرفها في الكربون 13 ان ام ار، بس عشان ابقى قلت لك كل حاجه. تمام. في حاجة تانية أو نوع تاني من القياس بيقولوا عليه attached proton test. لو خدت بالك دلوقتي أنا بعمل الكربون 13 ان ام ار أكتر من مرة أو أكتر من نوع من التحليل بتاع الكربون 13 ان ام ار. بعمل كربون 13 ان ام ار عادي، بعد كده بعمل له ديكابل أو بعمل له دبت، والدبت بقيس نوعين مثلا، الدبت اللي هو ال 135 وبعمل الدبت 90، وممكن كمان واحد يقول لك اعمل لي دبت 45 بالمرة، ثلاث أربع شيتات كربون 13 عشان أفسر الاستراكشر. تمام. كمان من اهم عيوب الدبت ان هو بيضيع لي الكواترنري كربون. تمام. لكن بيقول لي في نوع تاني اسمه الاتاش بروتون تيست، ما بيختلفش كتير عن الكربون 13 غير في ميزه واحده، الكربون 13 بيطلع كل البيكات في اتجاه موجب، انما الاتاش بروتون تيست بيطلع اتجاهين، اتجاه سالب. تمام. يبقى هو في الاتاش بروتون تيست لو انت شفت حاجه اسمها اي تي بي ان ام ار، تمام، او اي تي بي ان ام ار تيست اهو،
اي بي تي سيرش البروتين تيست، ده بيبقى الاتجاه سالب واتجاه موجب. طيب الاتجاه الموجب زي ما قلت لك زي في الدبت 35 يا اما سي اتش او سي اتش 3، والاتجاه السالب يا اما سي اتش 2 يا اما كواترنري كربون، ودي الميزه بتاعته عن الدبت 35. تمام. طيب ايه الميزه بتاعته عن الكربون 13 ان المار العادي؟ قسم لي الكربون وابتدى يديني بعض المعلومات عن المالتيبلستي. فالشيت ده الى حد ما كويس جدا في التمييز بين انواع الكربون وكمان المالتيبلستي بتاعتها. لو شفت حاجه مكتوب عليها الاي بي تي يبقى هو ده التاتشد بروتين تيست، وده نوع من الكربون 13 ان ام ار بيتغلب على اهم عيب في الدبت وهو عدم ظهور الكواترنري كربون. الدبت جاب لي المالتيبلستي ولكن ضيع لي مين؟ الكواترنري كربون. تمام. يبقى كده تعالوا كده نشوف حاجه يعني اخيره وابقى كده خلصت الكربون 13 ان ام ار. بيقول لي ايه؟ ادي سؤال بيتكرر كتير. Each of the following compound has 7 signals in carbon 13 ان ام ار spectra, which one match the provided spectra. تمام. يبقى انا عندي مديني شيت، وده سؤال برضو وارد يجي لك. بيقول لي عندك الشيت ده اهو وعندك اربع استراكشرات. تمام. طيب عندي اربع استراكشرات وعندي شيت، عايز اعرف انه مركب فيهم اللي الشيت ده بتاعه. طيب هعتمد على ايه؟ قال لي والله انت وحظك، انت ممكن تعتمد يعني دايما يقول لك ابدا من المنطقه المميزه لاي مركب. المنطقه اللي هي كيميكال شيفت بتاعها عالي دي قليل قوي اللي بيحصل فيها اوفرلاب. كمان طب في المركبات دور المجموعه اللي مش موجوده في الكل، المجموعه اللي مش موجوده في كل المركبات دور عليها شوف يمكن يبقى فيها ليها حاجه مميزه. طيب تعالوا كده نبدا. انا مركب فيهم المميز ده فيه كربونايل وده فيه كربونايل وده فيه كربونايل، ده ما فيهوش كربونايل. هنا عند ال 200 فيه كربونايل، يبقى المركب ده مش معانا. طب اكد لك انه مش معانا ليه؟ الاسيتيلين الكومباوند بتظهر ما بين ال 80 زياده واقل في الحته دي، دول اتنين كربون اسيتيلينك مش موجودين. يبقى ده كله بياكد لي ان المركب ده مش معانا. كويس، يبقى كده خلصنا من واحد. تعالوا نشوفوا حاجه تانية. الكربونايل كلهم فيهم كربونايل، دور على حاجه غيرها، دور على اي قصه تانية غيرها. ماشي، والله هنا انا لو بصيت غير الكربونايل دي مثلا كربونايل كلهم يعني ده وده فيهم SP2 كربون، سواء ده الكين او ده اروماتيك، فلازم يظهروا في الحته دي. ايوه في بيكات ظهر هنا، ولكن ده كل السلسله الفاتك ده سايكلو الكان، ولذلك ده المفروض ما يظهرلوش اي حاجه هنا، يبقى الحته دي تبقى فاضيه. يبقى اذا المركب ده، المركب ده كمان مش تبعنا. يبقى كده ده موجود وده موجود. طيب عدد الكربون اللي هنا شايف انت، لو قلنا حتى لو فرضنا ان دي اروماتيك، لو فرضنا هي اولا اعداد قليله جدا بالنسبه للاروماتيك كربون، ولكن لو قلنا ان دي اروماتيك، انا عندي نوعين من الكربون بس في المنطقه دي. طيب عد كده مين اللي فيه العدد ده. ده عنده بيك اتنين ماشي، ودي قصادها زيها تلاتة أربعة، المفروض يظهر عندي كمان خطين، إذا ده مش تبعنا. طيب اللي أكد لك، تعالى بص على الاستراكشر بتاعنا ده، تعالى بس أمسح لك كده اللخبطة لأن هو ما عادش فاضل إلا مين غير المركب ده هو بتاعنا. عد معايا كده وركز، دول الكربونتين الاس بي 2 أهم، دي الكربونايل جروب أهي. عندي كام نوع من الالفات الكربون؟ عد معايا الالفات الكربون، دي كربون اثنين ثلاثة، ودي ودي شبه بعض عدهم مرة واحدة يبقى أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يبقى كده 100%. مش كده وبس، مش دي متكررة مرتين؟
عشان كده الارتفاع بتاعها أدوهم مرتين، يبقى ده 100% يأكد إن الاستراكشر دي هي بتاعتي. يبقى أنا ممكن أبدأ أفك شيتات أو أتأكد إن الشيت ده تبع مركبي ولا لأ؟ أيوه، نوع وارد من الأسئلة، وارد جدا. صعب؟ هو مش صعب، لكن عايز واحد يبقى مركز. كل مرة هتدور على حاجة مش موجودة في المركبات وتعمل بيها كونفيرت، وممكن تدور على حاجة غريبة في المركب بتاعي وأتأكد هي موجودة في الشيت ولا لأ، وهي مميزة وعارف مكانها كويس جدا. كده وصلنا لنهاية حلقتنا في شرح الكربون 13 ان ام ار. انا كده اديتك المعلومات اللي انا عايزك تعرفها بس في الكربون 13 ان ام ار. ان شاء الله هسيب لك في الديسكربشن بوكس بتاع الفيديو ده لينك لملف بي دي اف كده صغير فيه شرح للكربون 13 ان ام ار كاملا، وان شاء الله المحاضره الجايه هحل اسئله واجيب لك شيتات بقى كربون 13 وبروتين ان ام ار مع دبت مع الكلام ده كله، وكمان هحط عليهم اي ار ده كله عشان تعرف تجمع الداتا من هنا ومن هنا ومن هنا، تاخد من كل واحد نوع معين من الداتا، تعمل بيه كونفيرم لاستراكشر كبيره جدا عندك، وكده تبقى انت راجل واثق من نفسك جدا. لما مثلا تشوف ثلاث شيتات كانك انت حللتهم لمركب، ازاي انا اعمل كونفيرم للسبكترا؟ ازاي اتاكد ان هو ده مركبي؟ ايوه انا عندي مثلا الحته دي في الاروماتيك، ابص في الاي ار فين على الاروماتيك؟ طيب ابص في البروتون ان ام ار فين على الاروماتيك؟ ده كله هاكده بناء على ثلاث او اربع شيتات بعملهم للمركب. تمام، اتمنى من الله تكون استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.